قناة تلفزيون الجزيرة. السلام الله عليكم. كما تشاهدون الآن من قناة الجزيرة في قطر، قرر الرئيس السوري بشار الأسد وإنه لن يتنحى، وإذا تنحى ستعم الفوضى كل سوريا. وقال إنه لا يوجد رصاص غاز سام ولا رصاص مطاطي في سوريا. ووصل مبعوث الأمم المتحدة لسوريا والأمين العام قال في رسالته شانك سبانت سوانس: نحن لنا قضايا تخص السلام والشرق الأوسط، وقضايا السلام كثيرة. شكرا، أنا سعيد جدا في سوريا، وأننا نسعى لقضية السلام الشامل في الأرض الأراضي العربية. نتحول إلى الأراضي الفلسطينية، وهناك تنتظرنا السيدة شيرين أبو عقلي. شيرين، كيف تصف الأوضاع للجزيرة؟ أسمعك جيدا. يجب أن يكون هناك رداء في الصوت قبل قليل. فاجأتنا طائرات الأباتشي ودبابات الميركانا بالضفة الغربية والشرقية، وهناك الغصف مستمر في فلسطين، وبدأ الغصف من جبل الكرمل في إسرائيل وحتى الضفتين، وهناك تهديم حول القدس الشريف، وهناك غام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببناء 600 وحدة استيطانية بالضفتين. شكرا لحسن النبأ. يوافيكم ببقية الخبر أحمد التربي. أحمد، كيف تصف الأوضاع في عجالة؟ أولا، هذا الصهيوني الذي لم يشبعه لحم الشهداء ولم يرويه دماء الأبرياء قتل أولادنا وانتهكوا حقوقنا، ولكن الله وكيل الغافلين. نرجو من الأخوة العرب إن يساندوهم وإن يساعدوهم كل ما يستطيع. أحمد الشلبي، الضفة الغربية، حانون، فلسطين، الجزيرة. شكرا لحسن المتابعة.